جمال بالماضي، الوضعية التي يتواجد عليها لاعبوه قبل مواجهة إيران، كما أوضح سبب تسريحه للثلاثي سليماني، إمبونحي وماندي. وقال بالماضي في تصريحاته لموقع الفافي، بوداوي تعرض لإصابة مع بداية التربص، لكنه استرجع عافيته وسيعود لفريقه بصحة جيدة. كما أضاف، بن دكة أيضا تعرض لإصابة في آخر مباراة، وسيغيب أمام إيران، وهو يواصل العلاج هنا في قطر. وبخصوص الثلاثي سليماني، إمبونحي وماندي، قال بالماضي، قررت تصريح سليماني، ماندي، وإمبونحي، كوني لم أكن أنوي اشتراكهم أمام إيران. وتابع جمال بالماضي، هذا الثلاثي لم يطالب بعفائهم من هذه المباراة، أنا من اتخذ هذا القرار لمنحهم فترة راحة.